انهارت من العياط علشان بتغير عليه، وقالت له مين اللي بتضحك جنبك في العربية دي؟ ماما ده انا شيل، مش عارفة اخرج اللي جوه. يارا دلوعت بابي ظهرت في لايف مع طليقها واتفاجئت بان في حد معاه. ايه اللي حصل وليه يارا دلوعت بابي انهارت من العياط؟ وهل كان فعلا طليقها بيخونها ولا لا؟ تفاصيل هتعرفها في الفيديو ده. يارا دلوعت بابي دخلت في هستيريا عياط علشان بتغير على طليقها وشكت ان في بنت جنبه. اللي حصل انها يارا دلوعت بابي وطليقها البلوجر عمر دخلوا لايف على تيك توك واتكلموا عن انفصالهم، وهي شكلها كانت بتحن لي وبتحاول تجر معاه ناعم علشان يرجعوا بس بطريقة غير مباشرة. قلبت اللايف اسئلة عن حياتهم قبل وبعد الانفصال، زي مثلا عيد ميلادي امتى؟ راح قال لها مش فاكر وانا نسيت كل اللي بينا. قالت له طيب بحب المكرونة اكتر ولا الرز؟ قال لها مش فاكر ومش عايز افتكر. يارا دلوعت بابي دخلت في حالة انهيار ما صدقتش، وقالت له انت اكيد ما لحقتش تنسى، احنا ما فاتش على انفصالنا شهور. قال لها انا كل الفترة اللي فاتت بحاول انسى علشان افوق لحياتي. قالت له بمنتهى السخرية نسيت ايام بابي، وكان رد صدمة بالنسبة لها. قال لها اه نسيت، وما تقولي ليش يا حبيبي، قولي لي عمر، لان انا مش حبيب حد. قالت له انت بتتقل عليا والتقل صنعة وانا مش ممنعة. عمر بيحاول يستفز زيارة وما يردش على اسئلتها علشان يكسب جولة اللايف، واتهمها ان هي سبب البعد والانفصال بانها دايما بتحسسه ان محدش بيحبه وانه مقطوع من شجرة وملهاش غيره. حاولت يارا تلطف الجو مع طليقها واخدت الحوار في حتة تانية خالص، بتسأله ايه الفرق بين حياتك معايا وحياتك بعد الانفصال، مستنية تسمع منه كلمة حلوة. هو رد وقال لها انه عايش ايام صعبة، عياط وتعب في اول شهر من غيرها ومن غير ابنه طبعا، لكن كان لازم يفوق ويقوم علشان خاطر ابنه ومستقبله، ولازم يرجع لحياته طبيعية. وسألها وانتي؟ فهي حبت تسمعه كلام حلو، فقالت له كنت حاسة بالفشل في بيت اهلي، لكن لما جيت عندك حسيت اني ناجحة وان انت سندي وظهري. هو ما ادهاش اهتمام وتجاهلها. بعدها سمعت صوت ضحكة بنت جنبه، قالت له مين اللي جنبك دي؟ هو انت في حد جنبك؟ صمم عمر بقى ان هو ما يردش عليها ولا يجاوبها، وهنا اتصدمت يارا وبان على ملامحها انها اتضايقت وعينيها دمعت وما قدرتش تكمل اللايف معاه، وقفلت وراحت لمتابعينها وقالت لهم انا مش عاوزة اكلمه، انا تعبانة ومش قادرة فضفض باللي جوايا، ودخلت في نوبة بكاء. بس عمر كلمها وقال لها انتي بتعيطي؟ انا هجيلك. قالت له لا انا واحدة تعبانة وبعيط مع نفسي. وفاجئها انه تحت البيت، بس هي قالت له مش هينفع، لا انت تطلع ولا انا انزل، انا كويسة وتمام. تفتكروا بعد اللايف ده ممكن يارا دلوعت بابي ترجع لطليقها عمر، خاصة انهم باين عليهم انهم لسه بيحبوا بعض؟ شاركونا برأيكم في الكومنتس.